الداخل مفقود والخارج مولود، مقولة تجسد واقعة الجمارك في وسط بيروت. فأشباه العسكر الذين تسلحوا ببزاتهم وباحترام الزملاء لمن يفترض أن يكونوا رجال دولة لم يرتدعوا لا على أعين المارة ولا في غرفة الاعتقال. فائض قوة مدعوم بفائض أوامر عسكرية تفجر استقواء على الزملاء في برنامج تحت طائلة المسؤولية، الذين حولوا الضربات والشتائم إلى أوسمة شرف على صدورهم وأوسمة عار على جبين المرتكبين. كان في أول 3/4 ساعة كل شيء كان فيه بالضرب، لأنه شلحونا الأغراض بالقوة، كلبجونا بالقوة، كانوا إيدي كانوا كسروا لي إياها، علوا لي إياها، صارت إيدي هاي صارت هون على 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 راسي. فكل شيء حصل بالقوه. يعني اذا في عسكر هن كمان تعرضوا لك بلكشه بضربه، انت بتعتبر انه كلهم مامورين كانوا؟ انا اصلا حق عليهم، اصلا هو الجماعه نفذوا اوامر. بالعكس، هو اللي جربوا يعملوه لما ما يكون مبين العقيد او اي حدا من اللي رتبهم عاليه، يجوا يقولوا لي انه بشرف خلص رياض، ما هن ما انه هو جاي الامر انه هن بدهم يدعسوه. فسحبوني اول مره، كانوا شيء 4 يمكن عم يسحبوني. قام واحد منهم بنص النزلة قرر انه خلص تركوه من وقفه، فوقفني اللي عم يسحبني، يعني من ايدي كان ماسكني، واللي بإجري كانوا 2، واحد ترك لي اجري والتاني ضلوا رافعه، فوقفوني وضلوا رافع لي اجري ورجع وقعني مرة تانية، يعني ضلوا مصر انه لا وقعني، وقعني ضربت على راسي، يعني انا قلبت لورا ورجع كمل سحب جوا. من وقت الفتنة على المبنى للاسانسير خبيط بالاسانسير، كتير يجربوا انه يدفشونا ويزركونا بالزوايا وهيك، انه هود الكواع وضربات الكواع وما بعرف شو. اخذونا كانوا عم يشحطوا اديب على الارض، خلوني ادعس على اديب لحتى اقطع، مرقوني فوق ودعوسوا عليه وضلينا ماشيين على المبنى. طبعا كل هالمرحله نحن من طريق من برا لفوق على المبنى على الاسانسير عم ناكل خبيط على روسنا وما بنعرف كيف بدنا عم يجي. يعني العقيد ابراهيم شمس الدين الامر والناهي عن الضرب كان أول الهاربين من مبنى الجمارك، ما إن علم أن صورته باتت على كل الشاشات وأن الكف الذي ضربه سيرتد عليه. فهذا بيقرب لعندي بلحظتها بيقول لي أنت واحد واطي. قلت له ماشي. قال لي أنا بتعرف أنك واطي. بلش يسب، ما خلى حدا بالتلفزيون عندنا، ما خلى فيه، ما خلى، سب يسب 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 يسب. قلت له أوكي، ومينك انت؟ بيقول لي مينك انت؟ مد ايده عليك وضربك برا؟ لا، جوا كمان ضرب؟ كفوف طح يعمل لي هيك. يعني هذا غير اللي بس بتجرب جاي بصوا على التثبيت وعلى التلبيت فينا جوا. فبقوم اخر شيء بعد ما خلص مطالعته قلت له الصور صاروا بالتلفزيون. سقع اختفى العقيد ضل بس فات لعنا لفوق كمان ضربنا، ضرب رياض اول شيء وبلش بالإهانات تبعوله، إنه مين مفكرين حالكم وأنا اسمي كذا وبتعملوا مع إجري وبتعملوا وما بتعملوا. شو ضربكم؟ كفوف؟ كفوف وهيدول السحاسيح وهالقصص، يعني هيدول الضرب تبع الإهانات، يعني إنه بده يزلنا قدام الجمارك. يعني أكلت أن من حدا مدني وما كنت عارفه مين هو، فبلش ضرب، صار بدي أحمي الكاميرا، قدرت أحميت على الكاميرا، وصلت الكاميرا على التيفي، بس رجعوا صاروا يضربونا، رجعوا شفت عم يسحبوا رياض قدامي وعم يضربوه. هلا جيت بدي ادفشه عنه مشان ما يكفي ضرب، رجع بلش يخبط فيه. مجرد ما شافوا واحد قاطع ومعه كاميرا خوته جنوا، انه كيف بعد في واحد ما كمشناه، هجموا علي كلياتهم، وحتى يعني المسافه اللي ليضمنوا اني ما اهرب كانوا عم بيقولوا وقف بارضك احسن من اوصك، يعني الطريق كلياته سحسيح والى اخره، يعني واهانات طبعا، يعني حكيك عليه. اللي اكثر شيء ضربكم اللي كان معنا هو ما كان معه المدني؟ يمكن انا لا انا عساكر، وبصراحه ما كنت قاشع كتير، يعني لما بوكس ينزل على مخارك وبوكس على عينك وكف من هون وكف ياخدك وكف يجيبك ما عادش بتقشع، يعني بتفضلي تعملي هيك توطي راسك وتجربي يعني تتلقي ضربات بقى اقل محلات حساسه. يعني شفتوا شفيق مراي بهيدي القعده جوا؟ لا، قالوا لي هلا قطع، هني نحن حاطينه لجوا لجوا وهو قطع، يعني قالوا لي انه هلا قطع. خطيئه الجمارك انهاها جهاز امني اخر، الا ان الفضيحه لم تنتهي. اجت دوريه سيارتين مخابرات هن اللي سحبونا، مو معهم مواكبه من الضبطه العدليه اللي هي تبع هيدا، كان اخر واحد يعني اخر واحد عم يشرف على عمليه خروجنا هو العقيد هبر من دائرة البحث عن التهريب. الضرب في الجمارك بات تحت طائلة المسؤولية، ف
فالضرب عليه جمرك، ومن اعتاد قبض الأثمان اليوم سيدفع. نانسي السبع، قناة الجديد.